النهارده جايب لك محاكي جديد ازنكس ايدج لتشغيل العاب النينتندو سويتش على جميع الهواتف الاندرويد الفئه الضعيفه والمتوسطه والعاليه، بس هو متخصص للهواتف الفئه الضعيفه. ولو حصل معاك مشكله اللاج والتقطيع هعرفك ازاي اللي انت تحلها في الشرح ده، بس طالب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدا الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناه لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لما في صندوق الوصف. وزي ما انتم شايفين ده اداء تشغيل الالعاب على المحاكي، اداء قوي جدا، ولو تليفونك امكانياته اعلى من كده هتاخد اداء كويس جدا. وتعالى بقى اعرفك ازاي اللي انت تثبت المحاكي ده وتعمل افضل الاعدادات، ولو بيحصل معاك مشكله اللاج والتقطيع وعدم تشغيل اللعبه هعرفك ازاي اللي انت تحلها في الشرح ده. يلا بينا. اول حاجة يا صديقي هتبدأ تعملها معايا، هتروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعك، وبعد كده هتروح على المكان اللي هتكون حملت فيه الادوات. هتلاقي عندك هنا ملفين مضغوطين، اول ملف ده ملف المفاتيح، هتبدأ اللي انت تضغط عليه ضغطة، وبعد كده هتضغط هنا على كلمة استخراج، هنا هيبدأ اللي هو يستخرجولك بنفس الشكل ده. هنروح هنا على الملف الخاص بالمحاكي، هتبدأ اللي انت برضك تفك عنه الضغط بنفس الشكل ده يا صديقي. بعد كده هتبدأ اللي انت تثبت المحاكي، وآمن جدا على جميع الهواتف الاندرويد. بعد ما تنتهي من عملية التثبيت هيظهر معاك بنفس الايقونه ديت، هنبدا نروح نفتحه، هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهه ديت، والجميل والمميز اللي هو بيدعم اللغه العربيه. بعد كده هنضغط هنا لنبدا، وهنا صديقي بيقول لك اختار المفاتيح، هتبدا اللي انت تضغط على الاختيار ده، وبعد كده صديقي هتبدا اللي انت تروح على المكان اللي هيكون فيه الادوات زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، وعندك هنا الملف الخاص بالمفاتيح هتبدا اللي انت تختاره، هيبدا يقول لك هنا تم تثبيت المفاتيح بنجاح. بعد كده بيقول لك هنا اضف الالعاب، هتبدا اللي انت تضغط عليها، وهتروح على المكان اللي هيكون فيه الالعاب، هتبدا اللي انت تضغط عليه كده، وبعد كده هتضغط هنا على كلمه استخدام هذه المجلد، وبعد كده هيظهر لك الرساله ديت، هتضغط على كلمه السماح، وهتعلم على الاختيار ده، وبعد كده هتضغط على كلمه موافق، وبعد كده هتضغط هنا على كلمه استمرار. هيبدا اللي هو يحمل معاك كده، وهيجيب لك كل الالعاب اللي انت ضفتها. وزي ما انتم شايفين معايا ديت واجهه المحاكي، وجاه سهله جدا وبسيطه. وبعد كده هنبدا اللي احنا نروح نعمل اهم الاعدادات علشان ناخد اداء كويس على التليفون بتاعك، ولو بيحصل معاك لاج وسقوط فريمات او تقطيع هعرفك تحل المشكله ديت ازاي بكل سهوله. هنا يا صديقي هبدا اللي انا اروح هنا على علامه الترس، هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الشكل ده، هروح على الاعدادات المتقدمه، وبعد كده هروح على الرسوميات، وهروح هنا على مستوى الدقه، هبدا اللي انا اختار هنا الاختيار اللي هو البطيء، وبعد كده هروح على الدقه. وهنا يا صديقي لو التليفون بتاعك من الفئه الضعيفه هتبدا اللي انت تختار هنا اقل حاجه، علشان كل ما قللت من الاختيار ده هتاخد اداء كويس جدا على التليفون بتاعك. بعد كده هبدا ان انا انزل لتحت شويه، وهروح هنا على اتجاه العرض، هختار هنا افقي، وبعد كده هروح على تناسب الابعاد، هضغط عليها، هختار هنا الاختيار الاخير اللي هو تمدد الى النافذه، وبعد كده هبدا ان انا ارجع خطوه للخلف، هرجع كمان. وعندك هنا اختيار مهم جدا اللي هو مدير برنامج تشغيل الجي بي يو، هتبدا اللي انت تضغط عليه، وده اللي هيحل لك مشكله اللاج والتقطيع وسقوط الفريمات. ولو اللعبه ما بتفتحش عندك على التليفون هتبدا تشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. طيب هنا هنبدا اللي احنا نضغط هنا على كلمه تثبيت، وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تروح على المكان اللي هيكون فيه التعريف الخاص بالمعالج بتاعك. انا هسيب لك التعريفين دول، لو اشتغلوا معاك خير وبركه، طيب لو ما اشتغلوش معاك هكون سايب لك شرح كامل في صندوق هتعرف من خلاله ازاي اللي انت تجيب معالج الرسوميات الخاص بالتليفون بتاعك بكل سهوله. بعد كده هبدا ان انا اختار الملف ده، ولو حابب ان انا اضيف ملف تاني هبدا ان انا اضغط على كلمه تثبيت، وبعد كده هختار الملف التاني. زي ما انتم شايفين اضافوا معايا بنفس الشكل ده، هبدا ان انا اختار الملف اللي بيشتغل معايا كويس، وليكن الملف ده، هبدا ان انا ارجع خطوه للخلف، هرجع كمان. ولازم هنا يا صديقي تقفل المحاكي خالص وتروح تشغله من اول وجديد، وعايزك تتاكد ان الملف التعريف الخاص بملف الجي بي يو هو اللي موجود زي ما انتم شايفين كده، الاسم اللي انا اخترته زي ما انتم شايفين موجود معايا. بعد كده هبدا ان انا اروح على الالعاب، وهبدا ان انا اشغل اللعبه المناسبه او اللعبه اللي شغاله معايا وباخد منها اداء كويس على التليفون بتاعي. وهنا يا صديقي لازم تاخد بالك من النقطه ديت، ما تحملش اي لعبه وخلاص، لازم اللعبه لو التليفون بتاعك من الفئه الضعيفه تختار العاب تكون بجرافيك قليل علشان تاخد منها افضل اداء ممكن. وزي ما انت شايف معايا يا صديقي ده اداء تشغيل الالعاب على المحاكي، والتليفون اللي انا هشرح لكم من عليه ده من الفئه المتوسطه، معالج سناب دراجون 720، ومعالج الرسوميات اندرينو 618، والرامات 8 جيجا رام،
زي ما انتم شايفين الاداء معامل معايا ازاي، باخد منه افضل اداء ممكن. ولازما زي ما انا قلت لك لو التليفون بتاعك من الفئه الضعيفه لازم تختار اللعبه يكون الجرافيك بتاعها قليل جدا، علشان يا صديقي ما تواجهش مشكله عدم تشغيل اللعبه. ولو انت التليفون بتاعك الامكانيات بتاعته قويه ما عندكش اي مشكله في النقطه دي يا صديقي، وتقدر ان انت تلعب اي لعبه انت بتحبها. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.